كمان لو رجعت لحضراتكم تاني الماتش الزمالك، انا كنت عايز اتكلم، انت كنت بتتكلم عن عمر جابر، بس انا كمان عايز اتكلم عن اوباما. اوباما نزل 45 دقيقه، خد احسن لعيب في المباراه. فانا شايف برضو دي الحقيقه من الحاجات المهمه جدا، لان ساعات اوباما برضو بيتعرض لظلم، طبعا عمر جابر بيتعرض لظلم فتره من الفترات. احنا كنا اتكلمنا على كمان حد تاني تعرض المسلوسي، المسلوسي، لا بس المسلوسي في الاول دونجا، دونجا الحقيقه تعرض لظلم. انا شايف اللعيبه دي السنه دي يا جماعه لازم بنتكلم بشكل فني شويه، وبشكل فيه تكنيكس شويه، ان احنا حتى لو انت حصل اخفاق، لان اللعيب مش لوحده هيعرف يغير منظومه، طبعا منظومه انت بادئها بشكل صعب، التركه صعبه، لكن لازم نشيد ان اللعيبه دي لو في مناخ طبيعي وان الامور طبيعيه وبتلعب في قوام ثابت من البدايه وبادئ الموسم بشكل هادي، لا اللعيبه دي لازم نقول انها عامله موسم يستحقوا الاشاده، طبعا لازم نتكلم عنهم بشكل ايجابي جدا طبعا عشان نديهم حقهم. طبعا اللعيبه دي افضل لعيبه في مراكزهم في مصر. صح، واكبر دليل على كده ان انت بمجرد ان انت جبت عبد الله السعيد وجبت ناصر، دونجا رجع دونجا، دونجا بتاع بيراميدز، لكن دونجا قبل لما عبد الله وناصر يجوا اللي هما بيقوموا بمهام الهجوميه او فكره ان انا وانا بخرج بالكوره واحد تاني غير بيظهر وبيستلم، قبل كده دونجا كان بيدافع وبيظهر عايز يعمل كل حاجه وبيهاجم، وهو غصب عنه هو لعيب قلبه لعيب قوي، قلبه قوي ما بيحبش يخسر، وده النوعيه ان انت دايما وانت بتتعاقد مع لعيب لازم تشم فيه الريحه دي. اللعيب ما فيش حاجه اسمها كسبت زي خسرت زي اتعادلت، اللعيب اللي ما بيطلعش نار من بقه ده اللي هو دايما عايز اكسب، دايما ان انا ما بحبش اخسر، دايما بيلعب بقلبه، هي دي النوعيه اللي لازم ترتدي قميص نادي الزمالك. فانا شايف ان انت دلوقتي لما اللعيبه اللي تقدر تقول ان هي عامله موسم، عمر جابر والمسلوسي ودونجا ومصطفى شلبي، مؤخرا مصطفى شلبي اوقات بيغيب، ولكن كانت اصاباته في اول السنه ابو العيله اصابه في الثانيه، فانت اول لما اللياقه اكتملت واول لما ابتديت تشتغل وتعيش شويه مع جوميز اكتر، واكبر دليل على كده ان فكره ان كان مصطفى شلبي دايما بيعتمد ان انا لعيب بستلم الكره من على الخط فقط، لكن احنا دلوقتي بقينا نشوف مصطفى شلبي ينوع، ابتدى يخش لعمق الملعب اكتر، ابتدى مش كل حاجه واحد على واحد، لا الكوره زي بتاعت ناصر منسي النهارده، اسيست حلو قوي، الاسيست بالتايمنج بارتفاع الكوره، وفكره ان ناصر يخش، لكن طبعا انت لما يبقى عندك ما ننساش اوقات كتيره فتوح كان غايب، فكره ان عمر جابر جيت نقل ناحيه الشمال كانت ازمه كبيره، فكره ان انت مش عارف ترجع المسلوسي لمكانه لان انت ما فيش مساك بعد اصابه الونش ورحيل حسام عبد المجيد، انا عاجبني الزناري خلي بالك من بعد الثلاث شهور اللي غاب، اتمنى ان اصلا الزناري من قبل ما يغيب كان يلعب كده، خلي بالك مباراه بيراميدز عملها كبيره جدا طبعا. النهارده الفكره فكره ان التطور بالخروج بالكره ده مع الوقت هيزيد اكتر، لان الراجل ده حتى محمود الشناوي وده بسطني ان تحسه بيلعب برجله عادي وبكره، انا بقى كواحد عايزه ما يغلطش، فانا وانا بتفرج تلاقي الكره النهارده المسلوسي بيدخله في الاختبار واللعيب بيلعب عمل واحده بشماله النهارده بين الخطوط عملها بشكل كويس، فكويس انا شايف ان شويه صفقات تريح الراجل، تخلي الراجل يوم ما احس ان ابو العيله بدنيا قل ما خافش ان انا اخرجه وانزل حد من على البنش، لان دي في اوقات معينه ودي حصلت مثلا في ماتش منتخب اولمبيا، انا عارف ان الراجل نفسه يطلع اسامه فيصل بس ما فيش بديل، في وقت انا عايز اطلع عبد الله سعيد بس ما فيش بديل، لكن انا سعيد ان هو ابتدى يدخل سيف جعفر نص مع، ان هو سيف كان في اوقات يلعب باك رايت ينزله باك رايت ينزله باك ليفت، لكن سيف مباراه المباراه اللي فاتت لما دخل عمق الملعب كان كويس، مباراه النهارده كان كويس او في حاله تدرج، لان هو لعيب كوره محترم، يعني انت بتدور على في حاله غياب عبد الله او في عدم هو الراجل مصر. واضح كمان يا هشام ان هو ايه مؤمن بفكره لعيب 8 ده يبقى مهاري قوي طبعا. يعني خد بالك النهارده ما بيوظف عبد الله ست الحته دي، حتى لما عبد الله ما بقاش موجود يقوم مدور على حد تاني نفس الشبه اللي هو لعيب الكوره العالي قوي اللي يعرف يبقى ترمومتر الاداء، حتى سيف عنده الملكه دي طبعا. عشان كده الراجل ما بيحط ديفندر زي روقه، لا بيدور دايما على اللعيب اللي هو المواصفات الايه البصير كويس قوي، اللي يعرف يعمل ثرو بين الخطوط، يعرف يعمل زي الباصه الاولانيه في الشوط الاول في الهدف الاول، فهو الراجل مؤمن واضح ان هو ده الشكل الثابت
الفورمات الثابت اللي حطه في دماغه. هو الستة والتمانية أبو العيلة، الستة والتمانية لازم عنده يعرف يخرج عليهم، نوعين لازم يخرج عليهم. لكن فكرة ان انا اعتمد ان على 2-6 مثلا، طبعا هو وانت بتبيلد اب الكورة انت عندك 2-6 اللي هو دونجا وعبد الله. ازاي 2-6؟ 2 رقم 6. انت عندك الاثنين لازم يظهروا يستلموا الكورة، ودي بانت في مباراة كاس مصر قدام الاهلي، وبانت في المباراة الثانية ان انت تضغط على دونجا. عندي عبد الله، عندي عبد الله. وخلي بالك عبد الله من نوع الراجل ده عنده حاجة، دايما ابحث عن الرجل الثالث. ايه الرجل الثالث؟ ان انت عندك مرة واحدة عينيك تروح لدونجا وعبد الله تلاقي نصر ظهر. يعني الكرة بتاعت الجزيرة لو تفتكر مباراة الدور الأول بتاع كأس مصر، أنت لو عندك الهدف ده وجبناه فاكره طبعا. نصر ماهر اتحرك ازاي وحرك ازاي، ومن قبلها ازاي لما الكرة وصلت لحسام عم مجيد وفتحت عبد الله السعيد راح ساحب مع اللعيب واتفتح لناصر اللي نزل يستلم. فده الرجل الثالث اللي أنت عينك وهي رايحة تلاقي مرة واحدة واحد ظهر، وهو بيعشق فتوح لما بيرجع ليه. لأن فتوح دايما بيخش لعمق الملعب، فانت خلاص بتعمل بوكس دونجا على عبد الله على فتوح على ناصر على زيزو كمان لما بيجي بيروح داخل في عمق الملعب وتفتح الخطين لعمر جابر ومصطفى شلبي. فانا شايف ان انت مدرب عنده فكر، طبعا عنده فكر.